عامل ايه؟ ايه الاخبار يا جماعه؟ ببجي موبايل اهو، انتوا كنتوا عمالين بتبعتوا ان في ايفنت جديد نزل وبتاع، مش ايفنت جديد، لا ايفنت ايه الهري ده؟ اللي انا فهمته ان في حصل تحديث قريب، ان مابت ميرامار حصل فيها تعديل او حصل فيها ريميك، والزوم فيها بقت مختلفه شويه. فاللي احنا هنعمله دلوقتي يا معلم ان احنا نخش نجمب ونجرب بقى اللي حصل، وربنا يستر. قشطه يا بو، ايه ده؟ عليك ده منزلنا لحد الباب. لايك ات لايك ات لايك ات. I need a weapon. ده المعارك دي يا ابو عمرو. كده خلاص ولا ايه؟ زميلي اصلا اول ما نزلت تمام رحت واخد الاسلحه اللي كانت موجوده. لا انت بتعمل ايه؟ يا لهوي، لسه في ناس في المنطقه، لسه في ناس. ايه جو الاكشن ده يا جدعان؟ احنا ما اتكلمتش حتى، ما علقتش من اول المباراه. اه ده لسه سايق. اوكي طيب، انا كنت فاكر احنا اللي سايقين. لا انا سايق. فين يا ابو عمو؟ يخرب بيت القلش. اوكي طيب، طيب وديني صح، ده تك تك شكرا، خلاص انتهى الموضوع على كده. مش نايس نايس جيم. انا قلت ادخل المره دي لوحدي كده عشان اشوف الدنيا عامله ازاي، عشان مش طالب بصراحه ان انا اخش مع تيم ولا اي حاجه، ويلا بقى جامب سكير ولا اي نيله. ايه ده؟ في ايه؟ ايه جو عاصفه الصحراء ده؟ هنكتشف. هنخش دلوقتي وهنعرف ايه اللي هيحصل. طب ايه دي؟ فين البتاع دي اصلا؟ ايه البتاع دي اللي عند سان مارتن دي يا جدعان؟ تصدق انا بقالي مده اصلا ما لعبتهاش، عمري ما لعبتها سولو تقريبا، او لعبتها سولو بس يعني كان زمان جدا. يعني كنت بنزل مع تيم عشان الموضوع يبقى فن شويه تمام، ويحصل اي افكتات ولا اي نيله، وكنت عشان كده بنزل مع تيم. المره دي انا نازل لوحدي، فاللي هو ايش طيب، لا مش مهم، خلونا نجرب الموضوع يبقى عامل ازاي. وانا نازل فين اصلا؟ انا نازل على اي حته خالص، انا عايز انزل عند البتاع السحابه دي، عايز انزل عند عاصفه الصحراء الزواعه دي، ما اعرفش دي ايه. لازم نستكشف الامر. لا اله الا الله، الماب بيبقى شكلها غريب، واحد واقف فوق السطوح يا عم بيخرب بيت القلش وسنين القلش. نايس ايم. وايه الشنب ده؟ وايه اللبس ده؟ ايه جو اللبس الغريب ده؟ ماشي انا جوه الزوبعه تقريبا. البتاع دي ليها علاقه بقى في حاجه، ان هي ليها تايم ولا اي نيله يبين لي ان في حاجه هتحصل. طيب انا عرفت ليه ما كنتش بلعب سولو، عشان العك ده، عشان الهدوء القاتل ده. وايه اللي حصل هنا؟ تابوت ده ولا ايه؟ هو الايم بيعمل ليه كده؟ كل مره باجي بتساءل الاسئله الجوهريه دي، عارف انت كل ما اجي العب اللعبه دي لو ليه الايم بيعمل كده؟ الايم ثابت كده في حته، عارف انت هتعمل رايت كليك ما فهمتش ايه اللي حصل. بص انا مش هفايتك لان هي الفايت اصلا في يعني ملوش اي 60 3 لازمه تمام، ونقعد نهس انا وانت مع بعض تمام، وانت اللي هو عمالي بتهيس والعمليه مش طالبه. اه يا عم شكرا يا سيدي. وقف هناك اهو، هو شايفني اصلا ولا شايف ايه؟ دمشته. بقول لك ايه، ريح. باي باي يا بابا. انا عايز سكوبات، عايز سكوبات، عايز اي حاجه يخرب بيت القلش. وبيردوا على بعض ولا ايه؟ مش واحد في الكومباوند ده تمام، واحد هنا في الصحراء. حلو، الطياره مغطيه على اصوات رجلينا.
وراك يلا. اللي في النص ما كانش بوت، لكن اللي حواليه كانوا بوتات. او اللي كان ده اللي كان اوكي ده يا عيني ما لحقش. والتاني اللي كان هنا عند السور دوت كان واحد. قشطه يعني لحد دلوقتي الدنيا ظريفه. كان فيه بس واحد فوق الجبل كده ما فهمناش هو كان عايز ايه، والزون فين؟ انا جوه الزون اصلا، فاللي هو ايزي لحد دلوقتي. ما فيش اي اختلاف في البتاع، هي بس الجو بتاعها مختلف. صحراء جردل زرع فيها ولا ماء، تمام، عاصفه الصحراء. اللعبه شغاله كويس يعني، ما فيهاش اي مشكله بعكس اخر مره لما كنت بلعبها. اخر مره كنت بلعبها كانت يا جماعه كانت بتقطع تقطيع معانا بقى الا ربنا، واضطريت ان انا اسجل ببرنامج الشادو بلاي، وانا ما بحبش اسجل بالشادو بلاي، يخرب بيت القلش. ايه بقى المنطقه اللي احنا داخلين عليها دي؟ ويت عشان انا مش عارف، وشكلنا داخلين على حاجه من لبس، اخش ولا ما اخشش؟ الجو بس مصفر، عارف انت جو كئيب، جو يدعو للكابه، ما اعرفش ليه. يا الزونيا عباره عن دخان يعني وكده، الصحراء دي عباره عن عاصفه الصحراء الغريبه دي. بيلاك بيلاك تضرب على مين يا ابو عمو؟ كان بيضرب على مين بقى؟ اوكي تمام ماشي. النجم اللي كان هنا ده كان بيضرب على حد، كان بيضرب على مين بقى؟ ريب تقريبا كان بيضرب على ده. ابص بقى اللعبه بتبدا تقطع بقى في حتت كده غريبه. مين اللي كان هنا بقى؟ في حد ضرب عليا بس مش عارف مين. اوبز اوبز الزون يا ولا الزون يلا. انا هريح دلوقتي، هريح دلوقتي يا كابتن. الزون عندك يا ولد يكونش بيروتيت. بيروتيت اهو اهو كان بيروتيت فعلا. يا اسطى انت متبهدل، اطلع بقى اطلع بقى بلبس السفراج اللي انا لابسه ده. اوكي ارمي حد ريحه، ارمي حد ريحه، حد هيريحني دلوقتي. عايز اعرف اللي كان بيضرب ورايا ده فين. في حد في الحته اللي هي دي؟ لا ما انت ما انت يعني اللي هو قول ده ما ماتش. هريح هنا يا عم، موت بقى يا عم، بقى يا عم يخرب بيت القلش. ساعة
سنة عم بنلف ورا بعض. بص بقى يا واحد يريحنا دلوقتي، فاضل كام واحد؟ فاضل أربعة. اوكي 1v1. وفين بقى؟ وغالبا ورا الجبل ده مستنيني. كده كده انا وهو لازم نتحرك. ايه القلش ده يا ابو عمو؟ ورا الشجرة تقريبا، ورا الشجرة. ازاي؟ نايس جي جي. الواد فضل مستخبي، يعني اللي هو فضل مستخبي كل ده، مش عارف ايه الاختلاف في البتاع، بس هو الزون وكان في حاجات تانية اتعمل لها ريميك. بس فعامه يعني يا رب تكون عجبكم، كل عجبكم الفيديو، حابين نشوف فيديوهات تانية من ببجي. ببجي عامه اتاكد انكم تعملوا لايك وسبسكرايب، واشوفكم الفيديو الجاي. سلام. استنى، هو نفس البتاع دوت، بس احنا اخترنا عربيه غريبه. عايزين مثلا مابا تانية؟ دي اللي انا كنت اصلا كنت عايز اختارها في الاول. هل دي هتفرق معانا؟ مش عارف. ايه دي اللذينه؟ ده كلهم سلموا عليا، بس الجرافيكس عظيم يا اخوانا. واحد واقف هناك اهو، ده اتبهدل، ده اتبهدل. الفكره ان انا ابص في الميني ماب وابعد بعيد عنهم، في واحد مثلا ماشي ورايا. ده بيجري ورايا، بيجري ورايا. اوت اوف تايم ليه؟ اوكي، وانا لازم اخبط في حد يديلي تايم ان انا لازم اخبط حد بدل ما اقعد الف. شكرا على الزقه يا رجاله.